الاعمار هو احاله للكم الكبير للزخم الكبير اللي تتوفر عليه مدينه نزرت من كاتبات ومن كتاب في شتى المجالات تقريبا. الموعد السنوي هذايا هو حدث، هو فرصه سنويه، هو عرس ثقافي سنوي بامتياز على اعتبار امتداده سنه اصبح فتيا دوره 19. معرض منظرة الكتاب يحتوي على تقريبا أكثر من 50,000 عنوان، مشاركة تقريبا أكثر من 70 دار نشر. أنا ديما نجي للمعرض، كل ما فما معرض نجي معرض الكتاب، والأكثرية نحب كتبات التنمية البشرية، وساعات ناخذ زادة روايات. ديما نختار حاجة تمشي معايا، مثلا ديما نقرا اللي ملتالي في الكتاب باش نفهم شنو فيه، ونعمل اون سيليكسيون تاع 3-4 كتبات ناخذهم. المعرض هذا ثري، موجودة فيه جميع أنواع الكتب في جميع المجالات، منها كتب الأطفال، المراجع الأدبية، الكتب الثقافية، الروايات، القواميس، المعاجم، معناتها ثري في أنواع الكتب كل اللي تهم معناتها جميع الأعمار.